السلام عليكم بونيف. وهو دائما يتهجم ويقلل من فائدة المغاربة، دائما كينقص من القيمة ديال المغاربة وكينقص من القيمة ديال النساء المغربيات. حنا على العكس ديالو، رغم أن ما عارفين مجموعة ديال المعلومات، فما قديناش مثلا نهضروا على ما وقع في باتنا، قصة ديال الحمير في باتنا، نساء باتنا، فكنجبدوش حنا مثل هكذا معلومات ونشروها، كنحاولوا نسترو بحال داكشي اللي وقع في باتنا، ما بغيناش نفتحوا مثلا الامور كيفاش دايره. فحاولنا ما امكن، على عكس بونيف بن ولد بوسبير الحفيد ديال الزهراء بن ابراهيم ولد ام الحسن، مفاتئة دائما يتهجم على النساء المغربيات وعلى المغاربة. لكن يقال يخاطف بني السفيه فأزيد حلما كعود يزيده الإحراق طيبا. أخلاق ديالنا ما تتبغيش ننزلو ذاك المستوى، بقى نعايرو في بونيف. هشام خضري معكم القناة ديالي، تنساو العجاب والاشتراك. المغرب أولا ولا غالب إلا الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانة، يعلم الله كم يحبك يا وطني ويعلم الله كم يدافع عنك يا هذا الوطن. إخوان احنا مقبلين على بعض المباشرات، بث مباشر في مجموعة دي المعلومات ومجموعة دي الحقائق نثبت من خلال هذه الوثائق التاريخية، ونجيب البعض الذي يتحدث عن عدم ارتباط المغرب بصحرائه. لنا لقاءات مباشرة عما قريب، احنا في انتظار فقط العائلة تكبر والمتابعين ديالنا عبر اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام والتيك توك يكبروا، وديك الساعة بقاو نديروا مباشرات بإذن الله إن كان في العمر بقية. الإخوان لا نحاول، الإخوان ما كنبغيوش نخسروا الهضرة، ما كنبغيوش نتهجموا على نساء الجزائر أبدا في القناة ديالي وفي الفيديوهات اللي درت على مدار السنين، وعلى اليوم على مثلا في الفيسبوك أزيد من 2000 أو 3000 فيديو، وعلى اليوتيوب كذلك واحد 1600 إلى 1700. فأبدا لم أتهجم عن النساء الجزائريات، عمري قلت على النساء الجزائريات كذا وكذا، لأنهم نساء نكن لسرهم، نساء طاهرات كما هن أمهاتنا، ونعلم ما يجمع ما بين الشعبين، الشعب المغربي والشعب الجزائري، والروابط والأخوة والدم والنسبية والتاريخ وما تجمعه كذلك المغرب والجزائر وحتى تونس، تجمعهم حتى الجغرافية. فلهذا ليس سهلا أنك ترمي البعض، لكن مصطفى بونيف هذا الشخص هذا ما فتئ سبحان الله يهاجم النساء المغربيات، كذلك ما يسمى بحفيظ الدراجي، لكن كان مفروض عليه مؤخرا في الفريق النهائي كأس إفريقيا للأمم اللي جمع ما بين كوت ديفوار ونيجيريا أن يذكر الحكمة المغربية اللي هي بشرى كربوبي، تحية لها من هذا المنبر، تحية لما قدمته كسيدة مغربية توفقت في المهمة اللي قامت بها. ذكر الحكام رجالا ونساء، وهذا كان مفروض عليه. البعض كيتسأل لماذا، لأنه مفروض عليه ما يربطه ما بين الكاف والقنوات الناقلة للمباريات، هو أن يذكر بأن الكاف زجت بحكمات نسائيات خلال النهائي، وهذا جميل جدا. فنحن لا، صراحة بونيف يتهجم فنجيبه. سبحان الله هناك أناس تشمئز من النظر إليهم، وخلقهم سيدي ربي سبحان الله، ولكن من خلال الكلام ديالهم ف انت كتحس بان شي حاجه ناقصاهم، وهو يحاول دائما. لكن انا هذه الرساله اللي بغيت نوصل لكم من خلالكم ومن خلال الاصدقاء والمتابعين، ان ابدا لن نتهجم على النساء الجزائريات ابدا، ولا اتهجم كذلك على الشعب الجزائري الشقيق. اما ما يخص مخابرات والذباب الجزائري والتبونيين والشنقريحيين، فلنا معهم دائما تجاذب
وتصادم لا بد منه، لأن احنا عندنا واحد القضية اللي هي قضية الصحراء المغربية، وهذا هو الأمر الذي يهمنا. كنعرفوا بأن الجزائر، وهذا اللي غنديروا في الفيديو اللي مور هذا الفيديو ده إن شاء الله، على مرتزقة البروزية وأشياء أخرى. أخوتي المغاربة، إلا كنت وصلت حتى لهنا خليتكم على خير، والسلام عليكم.